لي عبد الامير الشمري والنعم من شمر، اريد يقابلني، عندي شغله خاصه وياه. صح اشغاله هوايه، التزامات عنده هوايه، يحولني على اي ضابط امن، ما عندي كل مشكله. عندي مشكله خاصه 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 زين تتعلق بحياتي، يحل لي اياها، ما حل لي اياها والله العظيم مو تهديد هذا. انا غادر البلد، عندي مقابله لعبد الامير الشمري وهو معروف خوش زلمه زين. انا اسمي خالد حميد مهدي صالح الجنابي زين، بس يقابلني التزاماته وشغلاته يشكر عليها، ما عنده مجال يحولني. انت مهدد بالقتل؟ لا 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 قتل لا قتل ولا شيء. انا بيتي راح ورجعته بالقانون والقضاء والحمد لله والشكر، عندنا قضاء عادل. بس هسه هم اخذوا من عندي بيت وقياعين اخذوه من عندي، انا اريد يقابلني وحرقوا بيتي. فانا اريد من عبد الامير الشمري زين اناجده بالله ومحمد وعلي واناجده بتربه العراق، اناجده بدجله والفرات، يقابلني. ما عنده مجال يحولني على اي ضابط. وزير الداخليه ما يقصر، وزير الداخليه ما يقصر. اعرفه ولذلك انا ناشدته دا ناجده عن طريقك، لان انت خوذ زلمه وشغلاتك كلها توصل له وتحل مشاكل المواطنين. بس اريدها من هالشارب، واريدها من عبد الامير الشمري من شاربه زين. هسه انا رد لي بالجو. هسه هاي ما اريد اخذ وقت الجماعه هسه زين، ارد هاي وحده. اثنين المناشده الثالثه انا اريد. انت هسه انت عندك مناشده خاصه بيك؟ خاصه مناشدتها. اريد رقمك طلع لي اياه وارد لي اياه بالجو. ارد لي اياه حتى اصل. شنو مشكلتك استاذ العزيز؟ شوف انا ذو احتياجات، عندي ست ضلوع. تعال هنا. ست ضلوع وبلاتين فخذ الايسر زين، وهذا اسمي ذو احتياجات بالرعايه. هذا رقمك؟ هذا رقمي. دقيق خليني ارد الرقم. ايش اسمك؟ خالد حميد مهدي صالح الجنابي. 0770532179 آسيا تدلل بخدمتك. والنعم منك، الكرم لك ولأهلك. خالد والنعم منك. خالد كل اللي أقوله الله يستر عليك، لأن ما طلت تحل مشاكل المواطنين وكلامك مسموع. خدمتكم.